إذن مشاهدينا الأعزاء متابعينا الأفاضل، حفلنا الكريم يتجدد هذا اللقاء وتتجدد هذه الأسماء مع هذه الانطلاقات المتميزة في هذا الصباح، مع هذه الانطلاقات الرائعة والجميلة، في هذه الانطلاقة المتميزة ينطلق في هذه الأثناء الشوط السابع عشر والمخصص للإبكار الإجذاع، والمسافة هي 5 كيلومترات بداية أو هنا 4 كيلومترات بداية، وإياكم نسير مع هذه الانطلاقات المتميزة بالصدارة وبالانطلاق الأول. نتابع هنالك الشاهينية أو انطلاقة غاية، مبارك بن ناصر بن عبد الله آل خليفة على البداية وعلى الصدارة الأولى، حصل تغيير من قبل الجانب الأيمن، وانطلاقة الضبي القادمة في هذه الأثناء بشعار عبد الله بن حمد المريزي المري. من يتقدم على البداية ويقدم لنا هذه الانطلاقة، وهنالك سيل القادمة بشعار محمد بن راشد بن عبد الله الغالي على البداية وعلى الصدارة الأولى. ثاني المراكز أرى التقدم من قبل هقوة الواصلة على ثاني المراكز، تصل بشعار عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين على المستوى الثاني. وثالث المراكز أرى وصول في هذه الأثناء من قبل غاية القادمة على ثالث المراكز بشعار مبارك بن ناصر بن عبد الله الخليفة يتقدم على ثالث المراكز. النقلة إلى رابع المراكز وهنالك الوصول من قبل مبعدة القادمة بشعار محمد بن صالح بن حمد القمرة القادم على رابع المراكز، بينما النقلة إلى خامس المراكز التواصل يستمر وانطلاقة الضبي القادمة على خامس المراكز بشعار عبد الله بن حمد بن محمد المريزيق يتقدم هنالك على خامس المراكز. هذه هي الانطلاقة وهذه هي الشعارات الحاضرة والأسماء المتواصلة في هذا النداء مع هذه الشعارات الجميلة والأسماء الرنانة التي تنطلق في درة الميادين الخليجية. العودة وإياكم إلى البداية وإلى انطلاقة سيل على البداية، تتقدم بشعار محمد بن راشد بن عبد الله الغالي على البداية وعلى الصدارة الأولى، يتقدم ويقدم لنا هذه البطلة التي تقود هذه المسيرة خير قيادة على البداية وعلى الصدارة الأولى. ثاني المراكز نرى ونتابع، نشاهد هذه الانطلاقة من قبل هقوة القادمة بشعار عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين، يصل على المستوى الثاني وثالثا. الدرعية هي القادمة هنالك على ثالث المراكز، مسفر بن علي بن عبيد السناري القادم على ثالث المراكز، بينما رابع المراكز وصول الآن من قبل مبعدة القادمة بشعار محمد بن صالح بن حمد القمرة على رابع المراكز، بينما خامس المراكز وصلت الآن توافيق بشعار خميس بن محمد بن خميس بن عويضه المريخي على خامس المراكز. هذه هي الشعارات وهذه هي الأسماء المنطلقة المتواجدة والمقدمة لنا هذه الندرة، هذه الأصايل. ولكن البداية مع هقوة، هقوة الآن غيرت وانطلقت إلى الصدارة الأولى بشعار بن سالمين، بن سالمين على البداية ووصل شعار المريخي. من يتقدم في هذه الأثناء؟ خميس بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي، ويقدم لنا توافيق على المستوى الثاني وثالثا. نتابع وإياكم هنالك الدرعية القادمة بشعار مسفر بن علي بن عبيد السناري على ثالث المراكز، بينما رابع المراكز وصلت الآن الذيبة وهنالك الدوحة محمد بن مبارك
بمسفر الشهواني القادم على رابع المراكز. هنا يصل في هذه الأثناء على خامس المراكز فيصل بن عبد الهادي بن مبارك بن نايفة مع الذيبة، ولكن البداية مع توافيق. توافيق تنطلق على البداية بدون أوامر وبدون تعليمات تذكر على الإطلاق، تقدم لنا هذه المعنوية الرائعة وتتواصل بهذا التحدي وتنطلق بخيالها لكي تقدم لنا هذا الإبداع مع هذه الانطلاقة الجميلة. وخميس بن جمعة بن خميس يتقدم المريخي على البداية وعلى الصدارة الأولى. خميس بن محمد بن خميس المريخي مع هذه الانطلاقة الجميلة، مع هذه الاندفاع الرائعة، مع هذه الانطلاقة الخيالية، ولكن هقوى بشعار بن سالمين. خلاص راح المريخي بهذه الانطلاقة الجميلة مع هذه الانطلاقة الرائعة، والسلام إلى روضة راشد مع هذه الانطلاقة المتميزة، الانطلاقة الجميلة الصباحية. العصاف الأبطان بدون أوامر وبدون تعليمات تذكر على الإطلاق. ثاني المراكز كان الوصول من قبل هقوى شعار عبيد بن سالمين المري، بينما ثالث المراكز حضرت الدرعية مسفر بن علي بن عبيد السناري. رابع المراكز حضرت وتواجدت في هذه الانطلاقة المتميزة. نتابع وياكم هذا الوصول المتميز. مشاهدين الأعزاء، متابعين الأفاضل، نعود وإياكم إلى هذا الملخص ولحظة وصول توافيق إلى خط النهاية. خميس بن محمد بن خميس يتقدم بهذا الانطلاق المتميز، وبلحظة وصول هذه البطلة 6 دقائق 15 ثانية 33 جزء من الثانية. ثاني المراكز تابعنا وإياكم هقوى، وصلت بشعار عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين، قطعت هذه المسافة بتوقيت وقدر 6 دقائق 18 ثانية 45 جزء من الثانية. بينما ثالث المراكز كان التواجد من قبل الدرعية بشعار مسفر بن علي بن عبيد السناري 6 دقائق 19 ثانية 23 جزء من الثانية. بينما المركز الرابع كان الحضور والتواجد من قبل الذيبة التي وصلت بشعار فيصل بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة. بينما خامس المراكز كان الوصول من قبل الدوحة محمد بن بارك بن مسفر الشهواني. التواصل مستمر، يتواصل معكم سعيد المالكي.